ما بدأنا به الحلقة، الشهيد الحي، الشهيد الذي يظل حيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا، أحياء عند ربهم. طيب، حي أيضا في ذاكرة الناس، حي في وجدان الناس. الشهيد منسي الذي لا ينسى ولن ينسى. النهاردة الذكرى الرابعة على استشهاد البطل أحمد منسي. احنا معانا على التليفون مهندس محمد صابر منسي، شقيق الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، واحد من أبرز شهداء الجيش المصري. أهلا بيك يا باشمهندس. أهلا وسهلا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد النهاردة لله. وإحنا يعني بنتكلم على الذكرى الرابعة لصعود الشهيد أحمد منسي لملاقات وجه ربه تعالى، وهو يؤدي واحدة من أجل الخدمات للوطن وهي الدفاع عنه. تقول إيه النهاردة؟ هي أولا مش ذكرى، لأن الذكرى يعني بتقول إن إحنا نسينا. هو طبعا ما فيش نسيان، أنا بالنسبة لي ما نسيتوش، لأن هو إن كان جسده مش معانا فروحه معانا، والخطوات اللي مشيناها في فترة الطفولة وفترة الشباب محفوظة جوايا. أنا بتكلم عن توأم عمري اللي لعبنا مع بعض وعملنا كل حاجة حلوة ما لا يخطر على البال ويخطر على البال مع بعض. صحيح. أنا عارف أنكم كنتوا بتعملوا كأسرة وكأصدقاء مشروع كبير باسم الشهيد أحمد منسي. أنا بكلم حضرتك فعلا دلوقتي من المكان، من داخل الموقع اللي احنا شغالين فيه، لأنه هو من الأماكن المفضلة لدي. بعد قعدي في البيت لما بحس إن أنا مثلا متضايق أو كده باجي هنا، لأني لما بشوف الشغل ولما بلاقي العمل مستمر داخل المؤسسة بينشرح قلبي، وبدعي ربنا إن هو يتم على خير، ونقدر بتمنى إن احنا نقدر نصلي أول يوم رمضان داخل المركز الثقافي الإسلامي، وأتمنى النشاط اللي احنا بنعمله يرى النور في أقرب وقت إن شاء الله بإذن الله. نقدر نقول كده كام في المية من المشروع تم؟ هو كام في المية تم؟ يعني احنا بنتكلم في 25%، لأن لو حضرتك يعني أنا بدعو حضرتك إنك انت تزورنا في الموقع. احنا بنتكلم في مسجد مساحة، يعني المساحة الإجمالية للموقع حوالي 6400 متر ما شاء الله. المسجد على مساحة حوالي 1200 متر ما شاء الله، فالمساحة كبيرة. مسجد طبعا فخم ضخم يليق باسم أحمد صابر منسي، لأن طالما اسم أحمد صابر منسي كبير، فأي شيء احنا بنحاول نعمله لازم يبقى كبير ويليق بالاسم. صح، عندك حق 100%. أنا بشكرك جدا يا باشمهندس محمد، شكرا ليك. أقول لك دايما تعيش وتفتكر، ومصر كلها تفضل دايما فاكرة الشهيد أحمد منسي، وتبقى فاكرة أيضا المئات من الشهداء مجندين وضباط وصف ضابط وشهداء أيضا من المدنيين اللي راحوا نتيجة يعني هجمات غادرة من الإرهاب الحقير. عايز أستأذنكم إن احنا هنشوف يعني على الشاشة مع بعض جزء من معركة البرث واللي استشهد فيها الشهيد أحمد منسي رحمة الله عليه، ونتذكر ونشحن وجداننا وذكرياتنا، نشحن عقولنا وقلوبنا أيضا ومشاعرنا وعواطفنا، وبعدين نرجع نكمل الكلام. عمليات الدعم يتحرك حالا، مقدم عادل ولازم أول خالد في الطريق. شكلها تقيلة يا باشمهندس، المرة دي مش زي كل مرة. اثبت يا خالد، انا طالع لك. اثبت يا خالد. عمليات من منسي، في عربيتين مفركين بيحاولوا يخشوا الكمين. اجمد يا بطل،
الجنة في انتظارك. انت وحشة؟ فردوس الأعلى وحور العين. اغلى برا خاضر منسي من خالد مغربي. خاضر منسي من خالد. خاضر منسي من خالد. قد ما تخشش الكابينه وعلى عهد يا رجاله، كل واحد سلاحه في ايده والاخر طلقه. الله اكبر يا رجاله. دخلوا المصابين على الحمام. انزل تحت يا نجم انت وصلاح. الطاووس على السطح فوق. تمام يا ابو مصعب. انت فوق. شريده من كل اتجاه يا فندم. تايسون تايسون تايسون